النهارده المرحله الرابعه من درجتك صحتك، مبادره مميزه جدا جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزاره الشباب والرياضه فعلا ماشيه في خطوات جاده ان يبقى في دراجه لكل مواطن في مصر في الفتره الراهنه. لا احنا مستمرين ان شاء الله وداعمين للدراجه دي، عشان برضو كل الشباب عارفين السعر وجدولتها مع بنك مصر وتوصيلها لكل محافظات مصر. ده شيء مهم جدا، تأتي أحد المبادرات اللي فيها يعني بنحافظ على الصحة وفيها رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيعني استمرارية. بس أنا يعني كرة كل يوم بقى بأكد المباركة للنادي الأهلي ومنتخب مصر بكرة إن شاء الله، ندعو كل الجماهير المصرية المؤازرة والمتابعة لمنتخبنا في كل مجالاته، وبعدها كمان المنتخب الاولمبي ان شاء الله. احنا ابتدينا مع وزاره الشباب الشباب والرياضه في موضوع التمويل، وان احنا شركاء اساسيين، ان احنا بنمول المواطنين المهتمين بشراء الدراجات، وكانت في المرحله الاولى كانت شراء الدراجات الكهربائيه، وكان نظام التقسيط بتاعها على 12 شهر. وانجزت هذه المهمه والمبادرة دي اللي هي كانت في المرحلة الأولى بتاعتها، وبعدين بنشارك في المرحلة الحالية من المبادرة، وإن احنا بندي تسهيل على 24 شهر. يمكن كانت في المرحلة الأولى كنا بنتكلم على 12 شهر. احنا كوزارة الانتاج الحربي دايما بنتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في كل المبادرات، خاصة احنا بنتكلم عن المبادرات القومية ومنها صحة المواطن المصري. احنا اشتغلنا قبل كده مع وزارة الشباب والرياضة في مبادرة درجتك دخلك ودرجتك مشوارك ودرجتك صحتك، ودي المبادرة الرابعة اللي احنا شغالين فيها مع بعض، وان شاء الله نأمل دايما يبقى في مبادرات قادمة. وزارة الانتاج الحربي وكشركة اها ممثلة لوزارة الانتاج الحربي بتشتغل مع وزارة الشباب والرياضة في هذا المجال كجهة تصنيعية وتجميعية ومراقبة للتجهيزات والجودة، وان بنوصل ان احنا نقدر نسلم دراجة بشكل محترم للمواطن المصري. مبادرة دراجتك صحتك بقى بدأت سنة 2020، يعني بقى لنا 3 سنين الحمد لله، في ثقة جامدة قوي في عجلة وزارة الشباب والرياضة. يمكن لغاية امبارح أو لغاية النهاردة الصبح في شباب كتير قوي بيكلموني اللينك هينزل امتى، هل اقدر اسجل امتى، امتى اقدر اخد عجلة وزارة الشباب والرياضة، وده طبعا دليل على نجاح المبادرة الحمد لله. يمكن كمان أثرت في الشارع المصري بشكل كبير وفي المجتمع كله في تغيير ثقافة ركوب الدراجات. يمكن سيادة الرئيس برضو وجهنا بمسارات للدراجات كل يوم جمعة، ان يكون في مسار امن ليهم وتامين ان هم يقدروا في الشوارع ان هم يمارسوا رياضه الدراجات بكل حريه وامان. درجتك صحتك بترعى برعايه كريمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتلقى اهتمام من معالي الوزير دكتور اشرف صبحي. هي فكره طبعا كانت من دكتور سامح منصور موظف بوزاره الشباب والرياضه. المرحله الرابعه احنا وزعنا قبل كده 10,000، كان كله اونلاين عن طريق موقع وزاره الشباب والرياضه، لقينا اهتمام من الشباب ان هم يقبلوا على ممارسة الدراجات. المرحلة الرابعة ان شاء الله هي دي اول 10,000 التانيين، وان شاء الله يعني عليها اهتمام كبير جدا، وبنلاقي على موقع الوزارة في ناس كتير جدا بتحجز.